تعبك حبيبتي. ها يا العينتين شبيك؟ شو مسوي؟ انفضحنا والله صدق انفضحنا. شو رايك انا عشان اتقرب على حمزه؟ حمزه يقول طالعين ما ادري شلوننا ما حلوين. هيك زينين هيك زين. هسه شو شعرك؟ لا شعري شيل الصدق والله للاخير. والله شعري بدون حلفان. والله شعري. من يختار لك اللبس اللي تلبسي؟ شو اشوف انت تنسقين؟ اي والله زين. ايوه كله والله كله حلفان. بدون حلفان ما نشتغل. لازم تحلفين. اي تحسيني مدى صدق؟ ما ادري. لا مو انتباعي ما شاء الله يعني انيقه بزياده وجميله. انيقه اكثر يعني. قاطي حلو والله تجننين. حجابي حلو يعني حركات والله حيل حلوه. يا عمري خجلتي. شو اسمك؟ لمار. لمار يا ثالث رحت للرابع. حلو يعني انت مواليد 2015. تمام صح صح. شفت شلون عرفت؟ شلون عرفت؟ ما اعرف. عارفين؟ لا عمي لا قارية افكار. قول يا الله تبعي على حمزه غير عمرك نفس عمر ابني. ايش فيك؟ فشوي اغش شوي عشان ابني بقلبك. والله عادي عادي فدوه اليك. يا عمري هاي شنو هاي؟ شنو هاي الخدود هيك مال كلهن تقرص تقرص تقرص؟ عشاقك 24 ساعة. فاطمه قيدر. فاطمه قيدر. يا فاطمه قيدر عمري. ليش عمري؟ البيت كله كل شوي عمري 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 عمري. شلون هسه شدوس؟ احبك. شدوس شلون؟ بدي اكمل اللقاء ما دا اعرف خجل. شلون؟ شلون عادي وانا هسه؟ احد من يحبك مو عادي؟ هو عادي يحبني بس هاي الطريقة يعني مبالغة بيها بالحب بحيث اني خجلت. يعني اذا تحبيني وكأنه احنا عايشين سنين سوا. اي بالضبط بالضبط. انا خجلت احسك وحدة مثل بنتي اختي الصغيرة خجلتيني. عادي حبني سنسولف ويا ماما وارجع لك يرباك على الباروكة شوية واجيها. اوكي تمام. باي على حمزة. يا روحي الله يستر عليها. بشنو متعبتش اكثر؟ حركة شوية زايدة. لسانها كلش قصير. اصلا ما تسولف ما شاء الله. ابد ابد. ما تحكي حكايتين. هي لا والله. منو عندك اولاد لو بس البنيات؟ بس البنات. الله يحفظهم لك يا ربي. احنا يعني دائما نشوف البيت اللي بيه بنية يسوى الدنيا. اي والله خير وبركة. مدللات دلال مختلف. الحمد لله والشكر. اي والله. ونكهة البيت حتى تكون تختلف. اي والله. شلون كانت تربيتهم؟ يعني لا بأس الحمد لله. الكبيرة ما متعبتني الحمد لله كلش مسالمة. بس هذه لأن شوية حركة وبس أركض في البيت. قصدها ماما تقول الكبيرة ما متعبت. عاقلة بس تقعد يعني قاعدة عاقلة. وعليك شن؟ أبقى أتمشى بالبيت حتى لو إذا ما عندي شي سوي تمشي بالبيت. أقعد أخبث. زين ليش حبيبي ليش تخبي؟ من عندك أنت؟ هي ماما وهاي أختك الحلوة. ليش تخبين؟ ليش ما تصير عاقلات جميلات تساعد ماما بالبيت ورا شوية هيك بعد لنا سنة هيك نتحجب ونصير أحلى؟ أنا برمضان أساعدها من تطبخ. بس برمضان؟ بس سنة شهر؟ إلي أجر. حتى إليك أجر؟ صامت رمضان كله. ايش صمتي بشهر رمضان؟ ايه. كله. اوكي بما انك شطوره وواعيه وتفتهمين وان شاء الله بعد شويه شويه تلبسين حجاب وتصيرين انا يعني مو دا احكي وياك. انا مو دا احكي وياك وما تسمعيني. ابكي هسه. ما دا اسمعك. ها اوكي. وابكي وراك والله. ونصير عاقلات وبعد ما نخبث ما نصير وكيحات. تم. مو؟ تم. ونساعد ماما بكل السنه مو بس برمضان. لازم توعديها. وعد نتغير. وعد نصير جميلة. وعد انتي جميلة الله يستر عليك بس نصير اجمل عيني.